كما تابعتم بالأمس واليوم نظمت مؤسسة فكر التنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب وبتعاون مع مؤسسات جامعية ووكالات مختصة في المجال الفلاحي ندوة وطنية تابعتم جلستها الافتتاحية بالأمس وتتابع اليوم جلسات العامة حسب المحاور المستارة لها من قبل المنظمين. ويمكن ما الإشارة إلى أمر سجلناه باعتزاز كبير في مؤسسة فكر والجهات المنظمة أنه منذ وهذه الشهادة لشباب المنطقة ولسكان المنطقة الذين تابعوا الندوة أنه منذ أكثر من 30 سنة لم تعرف مدينة الريساني ندوة بهذا الحجم وطنية حجلها الأساتذة الباحثون والطلاب الباحثون من كل المدن المغربية بحيث هناك حضور من وجدة من فاس من الرباط من الدار البيضاء من تطوان من أكادير من مراكش من بني ملال من كل المدن المغربية جاء الأساتذة الباحثون والطلاب والمختصون لتدارس الوضعية الواحية من وجهات نظر مختلفة حيث استمعنا لصوت عالم الاجتماع استمعنا لصوت الأنثروبولوجي استمعنا لصوت المثقف المفكر واستمعنا لصوت المؤرخ واستمعنا لصوت الاقتصادي والمحلل السياسي وإلى غير ذلك واللي المختص في المجال الفلاحي. ما أثار انتباهي كذلك هو أن المنطقة تعرف خصاصا كبيرا في مستوى البنيات التربوية والثقافية والاجتماعية وفي مستوى البنيات الاقتصادية. لمست عن كتب معاناة الشباب ومعاناة السكان المنطقة خصوصا بعد أن ضرب المنطقة الجفاف وقلة الماء وقلة الشغل فرص الشغل. لذلك نوجه نداء بقلب مفتوح وبالصدق من القلب إلى المسؤولين نقول لهم حان الوقت للاهتمام بمنطقة بإقليم الرشيدية عموما وبمدينة الريساني خصوصا لاعتبارات متعددة. لا يمكن لمدينة تشكل مهد قيام الدولة العلوية فيها أجداد ملوك العلويين أن تكون بهذا الشكل الذي لاحظناه مع احتراماتنا للمجهودات التي بذلت بالأمس وتبذل اليوم. ضروري أن تهب القوى الحية أن يهب العقلاء أن يهب المخلصون في هذه المنطقة ومن كل مدن المغرب إلى تعبئة كل الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل إعطاء نهضة متجددة لهذا الإقليم. للأمر الآخر وأنه النقاش الذي دار بالأمس واليوم هناك مطلب أساسي ألح عليه السكان المنطقة والمتدخلون وهو موجه للحكومة المغربية ضرورة الإسراع بإنشاء جامعة بجهة درعة تافيلات حيث لا يعقل أن يكون شباب هذه المنطقة هذه الجهة مشتتين بين جامعة بني زهر وجامعة مولاي إسماعيل. الأمر الثالث وهذا نداء فيه تفاعل بين المدني والفكري والعلمي ضروري أن تخلق أو يتم إنشاء تخصصات بحثية في كل ما يرتبط بالواحات اقتصاديا فلاحيا اجتماعيا تاريخيا ايكولوجيا وثقافيا. الأمر الآخر وألح عليه كل المتدخلين ضروري من أن نجعل من الواحة تراثا وطنيا ونحميه من أي استغلال لا داخلي ولا خارجي. هذه المنطقة تعتبر علامة بارزة
في تاريخ المملكة المغربية، لذلك وجب على الجميع أن يليها عناية خاصة، وهذا نداء موجه لكل المسؤولين في كل المستويات وكل المجالات.